أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على مواقع جديدة داخل مدينة الرقة بعد معارك عنيفة في الجبهة الشرقية والغربية، وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية من اجتياز سور الرقة القديمة والدخول إلى الأحياء القديمة. وأكدت مصادر عسكرية في قوات سوريا الديمقراطية أنهم لجأوا إلى اتباع تكتيكات وخطط جديدة مكنتهم من تعزيز تقدمهم وتكبيد داعش خسائر كبيرة، حيث قتل أكثر من 30 عنصر من داعش في الأحياء القديمة، كما تم السيطرة على قصر البنات داخل المدينة. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن طائرات مروحية تابعة لنظام الأسد استهدفت بأكثر من 15 برميلا متفجرا مناطق درعا البلد وقرى وبلدات في ريف المحافظة، لا سيما في بلدة النعيمة مساء الاثنين، وذلك في خرق للهدنة التي أعلنها النظام السوري في جنوب البلاد. ويأتي التصعيد الجديد بعد إعلان النظام هدنة في المحافظة تزامنا مع انطلاق الجولة الجديدة من محادثات أستانا حول سوريا. انطلقت الثلاثاء الجولة الخامسة من المحادثات حول سوريا في عاصمة كازاخستان أستانا، والتي ترعاها كل من روسيا وإيران وتركيا. وتبحث هذه الجولة إمكانية إقامة مناطق خفض التصعيد التي تم إقرارها في الجولة السابقة. شدد وزير خارجية الإمارات في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني على ضرورة وقف تمويل الإرهاب، وقال إنه على قطر وقف تمويل الإرهاب وإيواء الإرهابيين والمتطرفين. إلى ذلك تطرق إلى موضوع الرد القطري على لائحة المطالب 13 التي أعلن عنها سابقا وتقدمت بها الدول الأربع المقاطعة، قائلا إننا لا نزال بانتظار الرد القطري عن طريق الكويت، وعندها لكل حادث حديثة. وصف وزير الدولة لشؤون الخارجية الإماراتية دكتور أنور قرقاش الساعات القليلة المتبقية على انتهاء المهلة الممددة لقطر للرد على قائمة المطالب الجماعية المقدمة من الدول المقاطعة لها على خلفية دعمها للإرهاب بأنها مفصل تاريخي لا علاقة له بالسيادة، جوهره نهج الجماعة والتزاماتها، فإما الاتفاق على الأمور المشتركة التي تصون مصلحة دول الخليج مجتمعة وإما الفراقة. كشف اللواء بجهاز مكافحة الإرهاب معن السعدية اليوم أن 150 مسلحا من تنظيم داعش الإرهابي يقاتلون في الموصل القديمة، مضيفا أنهم محاصرون في منطقة ضيقة محاذية لنهر دجلة، فيما أكدت مصادر أمنية أن 8 أزقة شعبية هي ما تبقى في تنظيم داعش. تحية وإلى اللقاء.